رئيس وزراء وطب للاستوديو. بابا لقى عزيز دا يأدي المنالوج، بقي بابا عليه. بعدين الباشا راح، بس السوى تزعل عزيز علي. أهلا أهلا زيادة الباشا، زاد البركة. سعيد ناجي، شنو هذا الحكي اللي سمعته بالراديو الصبح؟ سيادة الباشا، هذا يسموه المنالوج. أنا جيت لين أنا للإذاعة أريد أشوف هذا الراديو اللي يفتح الأذهان ويكشف الأسرار وكل شيء يعرف شنو معنات هذا الحكي. سيادة الباشا، هذا هو عز علي يقول هالشكل. أنا شو علي؟ أشو ذبيت أكل براسي؟ هو الراديو كل شيء يعرف. أعترف أنت سبب كل هذه المشاكل. سيادة الباشا احتراماتي، أنت منين سمعت هذا الحكي؟ بالراديو غير. سيادة الباشا، إذا الراديو هو اللي حاكي، أنا مالي علاقة. ثم الله. تعال والله تعال. أقول أنت شنو تشتغل؟ سيادة الباشا، أنا موظف بالجمارك. واي واي، حلو، موظف بالحكومة وتحكي على الحكومة. سيادة الباشا، أنا ما حاكي على الحكومة، أنا دا أوصف الراديو، مواصفات الراديو، شلون يفتح الأبصار ويفضح الأسرار. اسمع، هذا نعتبره سب وشتم. والله شكلي راح أفكر وأخش تكريم. أقول عزيز، هذا الحكي اللي دا تحكيه من قلبك؟ لا باشا، أكتبه. حلو، تكتبه. إذن تجيبولي كل شيء كتبه. عزيز أهلا أستاذ، فصلوني؟ فصلوك شبك تاني أنفصل وارتاح. ولك تعرف منه حكى وياي بالتلفون ورايدك. من أستاذ؟ الباشا؟ إيه؟ يا باشا منهم؟ هم هواية. ولك تستهزئ، الباشا نور السعيد رئيس الوزراء. نور السعيد؟ إيه. خير أستاذ؟ خير. ولك ابني، انت شوك تجوز من هذا المنالوج؟ يعني الا تنحبس وتحبسني وياك، مواني مديرك وعندي اطفال. فدوه جوز من هذا المنالوج، جوز. يلا حضر نفسك. مواني عندي شغل استاذ. ولك ما شغل؟ اقول للباشا يقول لي شغل. عوف الشغل. استريحوا. شكرا باشا، شكرا. الله بالخير والبركة. تشربون؟ شكرا باشا، شاربين. ها عزيز، اشوفك ساكت، لعد وين لسانك الصليط؟ العفو باشا، وياي. اقول باشا، انا ما حاجة على حد. عزيز، انت الله اعطاك موهبة تصفط الحكي مثل ما تريد. ليش تستفز الناس؟ ليش تبتشيهم؟ إيه ابني، ألف مبروك عليك. ليش تبتشي العالم؟ حتشك ذهب باشا. صحيح الحكومة عندها أخطاء، بس تقدر تقول الحكومة قادرة على تعديل الأخطاء. أنتوا ليش تأخذون الجانب السلبي وتتركون الجانب الإيجابي؟ أقول شو أقول جانب؟ إن شاء الله باشا، عندك منالوج تقول بي مجلسكم مجلس الأشرار. ليش عزيز؟ احنا أشرار. العفو باشا، أنا ما أقصدكم، أنا أقصد مجلس الأمن. مجلس الأمن. إيه، لأنه أنا شقد غشيم. يلا بابا، يلا روحوا. شكرا باشا. أقول باشا للبيت؟ ايه للبيت. لعد وين؟ للبيت. لعد وين؟ ثم الله. تحياتي باشا، تحياتي. الله يسترنا من لسانك. انا ما راح اروح للاذاعه باكر، ما راح اقدم المنبرج. شنو؟ ما تروح؟ ليش؟
شنو شنو؟ تسألني؟ إيه أنت مو كنت وياي؟ إيه ما شفت الباشا سوى بي؟ إيه هم صدق ولك أنا رعبت من الباشا. شوف ابني، أنا راح أنصحك نصيحة، أنت ليش ما تقدم هذا المنولوج مالك وتمدح بيه الحكومة؟ شنو؟ أني ما جامل، ليش ما يصير؟ والله حيرتني يا عزيز، مرة تقول ما أروح وما أقدم وما أسكت، أقول لك أنت شو تريد بالضبط؟ ها شو تريد؟ أني ما أسكت على الغلط، بس أشوف. شو أشوف؟ أنت راح تبهذلني وياك. يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور. أنا يا دكتور وعيالي، مرتي وولدي وأطفالي، ما تمرضنا بكل داء وابداً ما أخذنا دواء ولا راجعنا أطباء، بس من مدة هالكم سنة تمرضنا ووقعنا بظنة، الأمراض صارت مزمنة، نستنا الراحة والهنة. دكتور دكتور دخل الله ودخلك ما تداوينا، دكتور دا اللي بينا منا وبينا، دكتور دا تجينا الحمى من رجلينا، دكتور اسقينا العلقم بس شافينا. يا ناس مصيبة مصيبتنا، نحكي تفضحنا قضيتنا، نسكت تقتلنا علتنا، بس وين نولي وجهتنا؟ دلينا يا دكتور. ومن انفتح التلفزيون عزيز غنى بيه واشتهر، وقام وين ما يمشي او يروح الناس تعرفه. وبالستينات اتذكر يريدون يخلصون من عزيز السوا
عينوه بأحد السفارات العراقية بالخارج. بقى فترة ضاج، قال أنا وين؟ سفارات وين؟ رجع لبغداد. سووا عينوه مدير الموسيقى والباليه. هم بقى فترة قليلة واستقال. وسمعت انه بأواخر ايامه باع بيت الفخم واشترى بيت صغير يريد يعيش المسكين، وانتقل الى رحمة الله.